Cher ami, bonjour. J'espère que vous allez bien, comme si, Inch'Allah. Inch'Allah, comme la baisse, la journée d'Aliouma, troisième jour de Ramadan, quatrième jour. Ok? Et donc, du coup, j'ai voulu parler d'un sujet très important, et ce sujet, j'ai voulu parler d'un sujet qui a un peu d'ihraj chez les gens qui sont, pas les gens tous, mais il y a une appelée qui a un peu d'ihraj. Et cet sujet, c'est un sujet physiologique. J'ai voulu vous donner ce qu'est, شنو هي الخاصية وشنو هو الأمر اللي يخلي هذا الأمر يحدث هو رائحة يعني فم الصائم. أوكي دونك كاين بزاف اللي يعني الرائحة تاعهم كي يصوموا سورتو العشية، مع العشية الصباح ما يكونش عندهم كاع رائحة، تولي يعني تخرج من فمهم رائحة. أوكي هذا رائحة عند ربي سبحانه اللي يعني أحسن من رائحة المسك. أوكي لكن احنا نحسوها باللي رائحة اللي يعني هي يعني اللي ديرونجونت، ولا رائحة اللي ماشي مليحة بزاف. أوكي Et donc du coup, elle est due à quoi? Yani, had l'odeur, hadi, l'imen tabaga. Mais il faut comme je me dis, nous qui en sommes, yani après même photo, quatre soirs à tarsiam, où il est pas mal de frag, où le niveau de sucre dans le sang tombe, où le réservoir de glycogène à un niveau le cœur, ou à un niveau les muscles, il est en train de se réduire. Le corps de vous, il va, il va faire, il va aller à une manière, yani, extraire l'énergie. Et la manière la plus facile, c'est de يدير يعني هدم الدهون، لا ليبوليز. الدهون في الجسم يعني يقدر الجسم يستعملها بعدة طرق، يقدر يستعملها يعني في طريقة من الطرق يروح يهدم الدسم ويدير لا ديغراداسيون دي ليبيد، لا بيتا اوكسيداسيون، ولا يعني لا ليبوليز، اوكي، هدم الدهون من أجل استخراج العضلات. وكاين جزء يدير له يعني عملية سكون ابيل لا فوا دي كورسيتونيك، اوكي، يعني يروح يروح يعني يروح الجسم ديالنا، يعني يروح لون بارتي وين يدير يعني الاجسام الكيتونيه، راح يحولها هو يعني تحويل غير كامل للزاسيد غرا، ويخرج اجسام كيتونيه، والاجسام الكيتونيه هذه تستعمل كمصدر للطاقه، يعني تروح في مستوى الدم وتستعمل كطاقه، وعمليه التحويل تاعها تصير على مستوى الكبد. المعلومه صغيره، اوكي، المعلومه الصغيره اللي هي تقول باللي يعني كي تكون يعني كي تكون كي يكون يعني هذه العمليه جاريه على مستوى الجسم، كاين اللاسيتون هو عباره عن جسم كيتوني، كما الناس اللي دير الكيتو دايت، دير لو ريجيم سيتوجينيك، عندهم هذه الرائحه اللي تخرج من فمهم، وهي الي ديو اكوا؟ الي ديو ستادير لا ليبيغاسيون تاع اللاسيتون، هو جسم كيتوني، الجسم يستعمله، وهو يخلي هذه الرائحه يعني تخرج، يمد هذه الرائحه، وهذه الرائحه تخرج من الفم. دونك اشاك فوا الانسان يلحق يعني الى مرحله جوع اكثر، ويحس بالجوع اكثر، تقدر تكون هذه الرائحة يعني تخرج من فمه. يعني هذه الرائحة هي عبارة عن يعني هي عبارة عن مؤشر بلي الإنسان هذا راهو في مرحلة هدم الدهون، وراهو يدير في مرحلة يعني في أو يدير في في في, في, في العملية الكيتونية ولا سيتوجينيك، دونك راهو يعني il perd du poids sincèrement، أو يحرق في الدهون ديالو. مي أسافواغ أبخي واش ياكل من الفطور، باش نقول لكم بلي راكم تشيانو، يعني نقول لكم بلي كي يكونوا صايمين وتكون الرائحه فيكم خارجه، عرفوا بالجسم ديالكم راهو يدير في الاستاجير، راهو يديغرادي، وراهو يخرج ديال لا سينتيز تاع لي كورسيتونيك. وهاد لي كورسيتونيك منهم لاسيتون، كاين مزيان 3 كورسيتونيك الجسم يستعملهم بطريقه كبيره، لكن يعني كاين لاسيتون اللي يستعمله الجسم، وهو اللي يمد هذه الرائحه اللي تنبعث من الفم عند الصيام. يلا نهاركم زين ان شاء الله، السلام عليكم.